والنهاردة معدنا مع النوع التاني من الروافع. في الفيديو ده اكيد هنشرح روافع النوع التاني، تابعوني. النهاردة هنشرح النوع التاني من الروافع. افكركم تاني بالروافع، هي نوع من الالات البسيطة اللي اخترعها الانسان من زمان قوي عشان يؤدي المهام الصعبة بمجهود قليل، والروافع حوالينا في كل حتة بس احنا مش واخدين بالنا. فاكرين قلنا ايه في الفيديو اللي فات؟ قلنا ان اي نوع من الروافع لازم يكون فيه ثلاث حاجات: قوة ومقاومة ونقطة الارتكاز. تاني، قوة ومقاومة ونقطة الارتكاز. وقلنا كمان ان على طول اول ما نشوف نقطة الارتكاز في النص نعرف ان دي رافعة من النوع الاول. طب تعالوا نشوف ترتيب الثلاث حاجات دول هيبقى فين في الرافعة من النوع التاني. دي نوع من الروافع وهي الفتاحة، وشايفين قدامنا القوة والمقاومة ونقطة الارتكاز. طالما جت المقاومة في المنتصف بين نقطة الارتكاز والقوة يبقى دي رافعة من النوع التاني. نوع تاني من أنواع الروافع وهي عربة الحديقة، وهنلاحظ برضو الترتيب، هنلاقي القوة والمقاومة ونقطة الارتكاز، وطالما برضو جت المقاومة في المنتصف نعرف ان دي رافعة من النوع التاني. ودي آلة القطع وهي برضو نوع من الروافع، ونلاحظ الترتيب القوة والمقاومة ونقطة الارتكاز. الترتيب مهم جدا عشان نعرف دي رافعة من انهي نوع، علشان اللي هيجي في النص هو اللي هيحدد الرافعة دي من انهي نوع. زي ما احنا شايفين دي كسارة البندق وهي رافعة من النوع التاني، وهنلاحظ في ترتيب روافع النوع التاني ان المسافة بين نقطة الارتكاز والقوة اللي هي ذراع القوة بتكون دايما اكبر من ذراع المقاومة، وده اللي بيخليها توفر الجهد. وبكده نكون عرفنا روافع النوع التاني، وهنعرف نميزها على طول بان المقاومة هي اللي هتكون في النص. يعني النوع الاول نقطة الارتكاز لما تكون في النص يبقى دي على طول رافعة من النوع الاول. لو لقينا المقاومة هي اللي في النص تبقى على طول رافعة من النوع التاني. انا هعمل كمان الجزء الثالث واللي هو الروافع من النوع الثالث، تابعوني. ألقاكم على خير.